بالتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. اهلا بكم الى هذه الجولة الاخبارية دكتورة. الى اي مدى ترين ان الموازنة ظلمت النازحين كما يقول مجلس محافظة ديالى؟ طبعا هذا المجلس اكد ان 200 الف نازح ظلموا. ماذا عن باقي المحافظات؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام. نعم، يعني في الحقيقة من الواضح ان ميزانية سنة 2019 يعني ظالمة بكل المقاييس للنازحين، وهذا واضح من خلال التخصيصات التي يعني لم تعطي حق النازحين، وكما شاهدنا ان حتى وزارة الهجرة والمهجرين قد اشتكت من عدم كفاية التخصيصات في الميزانية الجديدة، وايضا يعني ايضا الحصص الموزعة على المحافظات لم تراعي أن هناك مدن كبرى قد دمرت بالكامل وتحتاج تخصيصات أكبر من بقية المدن لكي يتم إعادة النازحين من مخيمات النزوح. بالإضافة إلى ذلك حتى أن التخصيصات لإعادة الإعمار بالإضافة إلى تعويض النازحين هذه أيضا يعني تفتقد إلى الكثير من العدل في اعطائها حقها من اجل ان يتم يعني اعاده النازحين الى منازلهم. نعم، هناك من يرى ان الموازنه تضمنت مبالغ ترفيهيه غير ضروريه، هل الحكومه في بغداد لا ترى ازمه النازحين ام ماذا؟ نعم، يعني هذا واضح، يعني منذ البدايه النواب عندما يعني جاءوا الى مناصبهم كانوا يبحثون عن مصالحهم، ولاحظنا انهم يعني بانفسهم قد اعترفوا انهم يريدون ان يؤمنوا مصالحهم، كما قال رئيس مجلس النواب الحالي انه من حق يعني النواب ان يحصلوا على بدلات ايجار وان يسكنوا في منازل يعني دون ان يراعوا وان يفكروا بالمشردين الذين لا يملكون حتى سقف يعني يحتمون تحته. يعني الـ هذا هو نهج الحكومه العراقيه منذ احتلال عام 2003. الذي المسؤولون الان في الحكومه يفكرون فقط في مصالحهم وكيف يستحوذون على اكبر قدر من الاموال من خلال التخصيصات للقضايا الترفيهيه وغيرها من بدلات السفر والحمايات وال يعني الكثير من التخصيصات التي لو انها جمعت لكانت غطت احتياجات النازحين. نعم. نعم دكتور، وزاره الهجره والمهاجرين قالت بان مخصصات الوزاره لا تكفي لوضع لتاهيل عوده النازحين، هل الموارد فعلا لا تكفي لوضع ميزانيه معتبره لحل هذه الازمه؟ الميزانيه في العراق من اكبر الميزانيات في العالم، ميزانيه تتجاوز ال 100 مليار، كيف لا يمكنها هذه الميزانيه ان تؤمن يعني تخصيص قدر كافي من اجل اعاده النازحين؟ اذا هناك من يتعمد ان لا يوفي او ان يعني يبقي النازحين على حالهم هذا. نعم، السؤال يبدو أن الاتصال قطع مع دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.